معانا لحد دلوقتي الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع. مساء الخير دكتورة عزة. مساء زاوية تانية الخير بقى يا في هدى. الموضوع، إيه اللي بيحصل في المجتمع؟ والنهاردة البنات دول يعني تهم كثيرة، خدش الحياء العام، ممارسة أعمال منافية للآداب. رأي حضرتك إيه ودورنا إيه في التوعية؟ بصي حضرتك، الموضوع التيك توك ما بقاش يعني حكرا على فئة الشابات أو الشباب بس، لا للأسف بقى في أطفال دلوقتي بيقلدوا إخواتهم الكبار أو بيقلدوا الأم، فدي مشكلة، اللي هي التقليد والمضحكات دي رقم واحد، ودي مشكلة. الحاجة التانية سامعاني يا أستاذة اه مع هبة؟ حضرتك انت على الهوا، اتفضلي. تمام. الحاجة التانية إن إحنا بقينا متساهلين في عملية التربية، يعني الأم تخلت عن دورها والأب تخلى عن دوره. الأب فاكر نفسه إن هو محفظة أو بنك، إن هو بيجيب الفلوس بس وتصرفي أنت، شيلي أنت الليلة للسيدة. إنما الأم الحقيقة برضه هي عندها أعباء، مش عايزين نظلمها، وعليها حاجات مسؤوليات كتير كبيرة جدا جدا جدا. الحاجة التانية إن ساعات بتلاقي ترفيه عن نفسها فإنها تمسك الفون وتقعد تعمل عليه شاتنج، وما بتهتمش إلى حد ما بولادها. يعني وأنا ليا حوارات قبل كده وناس كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، ومنها مونت كارلو أول امبارح. فالأم تخلت عن دورها بالذات في الشرق الأوسط. الحاجة التانية خطورة أبناء المراهقين، خطورة السن، المرحلة دي بنسميها مرحلة، مش إحنا الأجانب، مرحلة الهم والعاصفة. بمعنى إيه الهم والعاصفة؟ بمعنى ان المراهق بيتدفق في جسمه هرمونات وحاجات كتير هو مش فاهمها، مش قادر يستوعبها، بتحصل حاجات فسيولوجيه في جسمه، بيبقى عايز يبني ايديولوجيه لحياته، مفاهيم، متمرد على السلطه الوالديه بدءا بقى من الاب والمدرسه لغايه اطلعي بقى لغايه اي حاجه فوق. المرحله دي سواء كان المراهق بقى بنت او ولد، في المرحله دي هو محتاج اهتمام خاص طبعا وعناية خاصة، ومحتاج تفهم وحوار، ونقعد ناكل مع بعض على ايوه سفرة، طبعا. ممكن ناكل، عارفة، انا على سفرة بعيد واحدة. التأكيد على رسالة حضرتك، طبعا بشكرك دكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع.